ويا مرحبا بك على موقع اليوم 24. هذه واحد الهديه للموقع. شكرا. بمناسبه المباراه ديال المغرب واسبانيا، واحلى هديه. ممكن تقول لنا على التوقعات ديال هذه المباراه؟ اول حاجه كنشكركم على الهديه واللي بانت في هذه الوقيته ديال اللي عندها اهميه كبيره. وخويا من الحوايج اللي بغيت نقول لك اخويا، انا الماتش اللي كنت مخلوع منه هو ديال كرواتيا ان شاء الله باذن الله. هذه بالنسبه ديال بالنسبه لنا اليوم ان شاء الله ديال اسبانيا. ان شاء الله عندي واحد الامل كبير. انا ما كنتكهنش، ولكن عندي واحد الحاجه اللي كنقول ان شاء الله كاينه 1-0 ان شاء الله. واخا هي واحد الحاجه قليله، ولكن بالنسبه لينا حنا راه غادي الكوراج. وفي كلا الحالتين اخويا راه تبارك الله، شنو نقول لك، اللهم بارك، راه فرحونا ووصلونا لشي حاجه اللي شنو نقول لك اللي كبيره، وجمعوا الشعب كامل تحت فرحه واحده. ونتمنى ان شاء الله الفرحه ديالنا ثاني عاوتاني اليوم ان شاء الله تكمل باذن الله. وان شاء الله هادشي اللي غيكون باذن الله باذن الله باذن الله 1-0 لانه حتى الاسباني راه فريق عريق. اختي هذا واحد الهديه من موقع اليوم 24. شكرا اخويا. وبغينا نعرفوا ارتسامات ديالك على المباراه ديال اليوم. ان شاء الله ربي يوفقهم، قلبنا معاهم ان شاء الله. ربي ان شاء الله غادي يربحوا ان شاء الله اسبانيا كيف ما ربحوا الفوق الاخرين. ان شاء الله ربي غادي يوفقهم. انا عندي احساس انهم غادي يربحوا اليوم ان شاء الله. كنقول 2-1 ان شاء الله. اسبانيا راه ماشي سهله، راه ماشي فريق سهل. اسبانيا راه عندها ما قلت، هي كنظن ما يمكنش تخرج بلا هدف. اسبانيا تماركي علينا وكنظن ما تخرجش بلا ما تماركي. حتى هي عندها لعابه واعيه. هذه واحد الهديه من اليوم 24. شنو ممكن تقول لنا على التوقعات ديالكم اليوم؟ واحنا الحمد لله باذن الله حنا تتوقعوا يعني المغرب هو اللي غادي يفوز ان شاء الله باذن الله. وتتوقع واحد النتيجه ايجابيه بالنسبه لجميع المغاربه، يعني في العالم كامل تتوقع نفس النتيجه ان شاء الله باذن الله. 4-4 لا بزاف امور الحمد لله. 1-0 يعني امور. حتى اسبانيا حتى هي يعني عندها واحد اللعبه اللي قويين ومعروف عند الساحه، ولكن هذا ديما ما تيمنعش باش يكون عندنا واحد الامل ان شاء الله باش نفوزوا، حيت عندنا منتخب قوي. وهذا الشيء هذا يعني بالنسبه لنا يعني العالم كامل تيشهد بان سواء الطاقم التقني ولا الطاقم الفني ولا كذلك اللاعبين ديالنا عندنا يعني اللاعبين في المستوى. هذه واحد الهديه بسيطه. شكراكم على الهديه بالياكين. وكنتمناو اليوم فوز ديال المنتخب المغربي، وغادي يكون ان شاء الله عقل على هذه النتيجه 3-1. غادي ماركي زياش ونصيري واملاح. عرفتي علاش؟ حنا لعاب لا اللي مخليني مأكد من غادي نربحوا، لان يعني كل بوست عندنا لعاب مزيان وحسن منهم. حاليا هما باقيين اللي يجون يلاه كيصابوا فرقه، وحنا غادي نكونوا احسن منهم، لان لعاب يعني حنا عندنا فافوري عليهم حاليا. ما دهشرناش السبع اليوم، حنا المغرب هما اللي غادي.